ومسابقة الشريف كل أسبوع معانا 2 فايز، فايز على السؤال الأسبوع اللي بيظهر معانا على الشاشة، وفايز كمان على السوشيال ميديا اللي هيبعت صورة سفرة رمضان بتاعته، هنختار منها صورة لأحلى سفرة، هيكون فايز معانا كمان. وسؤال مسابقتنا، القطع المتوفرة على الموقع إيه بقى؟ 300 قطعة ولا 220 قطعة ولا 210 قطعة؟ لو عرفتوا الإجابة بتتصلوا على الأرقام اللي ظاهرة برضو معانا على الشاشة، 0900 900 من أي تليفون أرضي أو 2600 من أي موبايل. ولو عايزين تعرفوا الإجابة هتلاقوها على الموقع بتاع ملامين الشريف. وما تنسوش بقى تصوروا أحلى صورة أحلى سفرة عندكم وتبعتوها علشان نختار صورة أحلى سفرة ويكون معانا من الفايزين إن شاء الله. وبالتوفيق للجميع. بينا بقى نبدأ حلقتنا ونشوف مع بعض أول وصفاتنا. عندنا زي ما اتفقنا، ده بقى طقم لامين الشريف الخطير. تعالوا كده نبص عليه بصة كده. ملامين الشريف زي ما تعودنا عليه من سنين آمن وصحي، مقاوم للكسر، ما بيتكسرش بسهولة، وزي ما قلنا بيدخل الميكروويف، وأهم حاجة بقى إن يكون مش فاضي الطبق، يكون فيه حاجة تتسخن، وبيقعد من 90 ل 100 ثانية في الميكروويف ما بيجرالوش حاجة. كمان بيدخل غسالة الأطباق، ألوانه ثابتة ومش بتتغير، كمان ألوانه كتيرة وهيظهر معانا طول الشهر إن شاء الله كذا لون منها، مناسب لكل مناسبة. الشريف أو ملامين الشريف هو ملك السفرة وملوش في النيش، يعني هتستخدميه على طول في المطبخ وفي سفرتك، مش هيقولك لأ ومش هيجرى له أي حاجة، زي الفل. بينا بقى يلا.